بقى كل الحاجات الغلط اللي الناس بتعملها دي انت بقى قررتي تعالجي الموضوع بمجموعه الترميم، صح كده؟ صح كده. طيب خلينا بقى نبدا نتكلم على فكره مجموعه الترميم، واحنا معانا كمان يعني فيديوز وحاجات هتشرح لنا بيها اكتر. أوكي. ايه اللي بيحصل في الشعر؟ تمام. المجموعه بسيطه جدا، المجموعه الاساسيه عباره عن 3 منتجات. بلند بنعمله حمام للشعرايه نفسها مرتين بس في الاسبوع، وحمام كريم بستخدمه زي اي بلسم بدلك بيه خصلات الشعر و10 دقائق وتشتف، وكريم تصفيف، بس احنا معانا 3 انواع كريمات تصفيف عشان يناسب الشعر حسب نوعه وحالته. الملكي خفيف قوي للشعرية الناعمة قوي، الويفي للشعر الوسط، الكيرلي مش بيعمل الشعر كيرلي، للشعر شديد التجعد او التقصف او التضرر لانه في حبيبات شمع عسل نحل. اوكي. دي المجموعه قوتها بقى والفيديوهات الحلوه. أيوة. اللي شفتيها جايه منين؟ المجموعه كلها عباره عن خامات طبيعيه، ما فيهاش نسب خامات طبيعيه، كلها حاجات كلها خامات طبيعيه 100%. عباره عن نخاع، في غنيه بنخاع الجمل، زبده الشيا الغاني، زيت الارجان المغربي، زيت الجوز الهند، كمان معاه عسل نحل، وفيها البيوتن. البيوتن من الحاجات القويه جدا في عاده بناء الشعر. دي بقى ده البلند اللي احنا بنبتدي نوزعه. أوه. على الشعرايه نفسها قبل الشاور. البلند ده بيعمل ايه؟ بيعيد بناء الشعرايه مره ثانيه. الشعرايه من بره بتتغلف. يعني بعد الفيديو ده هتلاقي فيه فيديو كده في الخصله بتاعه الشعر وتكوين الخصله بتاع الشعر. هو معلش احنا هنا، انت هنا بتوزعي. أيوة. بنوزع بقى كده، بتوزعي هنا البلند بتاع البلند بتاعنا. أوكي. عشان يبتدي اهم حاجه بقى المساج اللي بيتعمل ده للخصل بتاعه الشعر. بصي المساج بتاع الخصله بتحسي ان اصلا طبيعه الشعر بتتغير في ايدك. ده على البارد، ما بنستخدمش اي حراره في الموضوع. يعني من غير اي حراره، ما فيش اي حراره ولا اي ضرر، ده طبيعي 100%. الخامات الطبيعيه والتركيزها العالي اللي موجود في المنتج هي اللي بتعمل كده. شايفين الفيديو ده؟ ده القشره الخارجيه للشعرايه، ده التكوين الخارجي بتاعها. لما احنا بنعمل حاجات غلط في شعرنا بتبتدي القشره الخارجيه دي تتفرق عن بعضها. المجموعه دي بتعمل ايه؟ بتخش بتتغلغل لاعمق نقطه داخل الخلايا والالياف بتاعه الشعرايه، وتعمل لها ترطيب عميق واعاده بناء طبقه الكيراتين والبروتين، وكمان بتعيد سلاسل الاحماض الامينيه لمكانها مره تاني. وده كل بنشوفه بقى كنتائج في ايه الكلام الكبير. أيوة. اللي انا قلته ده بنشوفه نتائج ان التقصيف بيقل، هيشان بيبتدي يختفي. الشعر بعد الاول كنت بحط كريم التقصيف ساعه وشعري يهيش تاني، لا ده بقى يقعد نص اليوم، بعد كده بقى يقعد اليوم كله، بعد كده بقى يقعد لتاني يوم. فبنبتدي نشوف النتائج تدريجي. لون الشعر دي علامه مهمه جدا الناس ما بتاخدش بالها منها. لون الشعر اول ما يبتدي يبهت مني يبقى لون شعري مش واضح، فانا شعريتي يعني بتقول دي علامه على الاجهاد برضه. اجهاد فظيع.